مرحبا، الجزء الثاني من The Power of Vulnerability. 14 مليون فيوز تيد توكس فيديو باي بريني، ان شاء الله يكون الاسم صح، بريني براون. هذا الجزء الثاني اللي راح اكمل فيه اللي كنت عم بحكي في الاسبوع الماضي من موضوع الكونكشنز، ليش احنا مش قادرين تو جيت كونكتد 100%، ليش في ناس مش قادره انها تدخل بهذا الموضوع. وكان من اهم الاسباب الخوف والفير والشيم و و و الى اخره. جاسر مصطفى وجي توكس و 101 things I learned from TED Talks. خلينا نبلش. حكينا لك في الفيديو الماضي اول ما اجى بدي اخلص الفيديو انه you have to be initiative، انك انت willing to connect, to express your thoughts, to express your concepts, ideas, notions and emotions. وحكينا لك etc. في هذا الفيديو بدي اكمل من عند هاي الجزئية. في هذا الجزئية راح احكي لك انه كمان مهم انك انت تكون initiative, willing to initiate a relationship where you don't care if it's going to be successful or it's going to fail. انك انت ما يكون عندك مشكلة انك انت تكون في العلاقة الشخص المعبر والشخص الانيشيتيف المبادر والشخص اللي cares، مهتم بهاي العلاقة بغض النظر عن انه هاي العلاقة راح تنجح ولا راح تفشل. انا مش هيك. انا بالنسبة لي من الناس اللي بحب انه انا اذا دخلت في whatever الاشي اللي انا داخل عليه شو مكان، سواء علاقة، شغل، تسليم، قراءة، فيديو، whatever الاشي اللي داخل عليه، انا بحب انه يكون ناجح. اذا مش ناجح انا ما بدخل فيه، واذا دخلت فيه بده ينجح غصب عنه. في ناس كتير زيي، في ناس مش زيي. بس صاحبة الفيديو بتقول لك انه you have to be initiative to invest بهاي relationship بغض النظر انها راح تكون ناجحة ولا مش ناجحة، فهذا احسن لك to get more connected. نحترم رأيها وبنكمل على هذا الأساس في هذا الفيديو. في ناس كتير تحب البرفكشن، تحب كل شيء يكون بيرفكت ويكون ناجح ويطلع بالصورة الصحيحة 100%، وإذا ما طلع بالصورة الصحيحة تكون جدا متضايقة، ليش صار هيك؟ يمكن ما تبلش في أشياء زيه في النكست ستيبس أو في النكست ستيجز من حياتها. فعشان هيك أنا متخيل جدا أنه هاي الجزئية ممكن كثير تكون مغلبتك، لأنها فعليا مرات كثير تكون مغلبتني أنا كمان، ومش بس ينطبق على العلاقات، كمان في الشغل. تحب كل شيء يكون بيرفكت، لازم التسليم يطلع 100% وما في ولا غلطة، لازم شغلي لما أسلمه لمدير يكون 100% وما في ولا غلطة، لازم الشوت إذا بدي أعملها شير على السوشيال ميديا تكون بيرفكت ما فيها ولا غلطة. لحد ما بصراحة في يوم من الأيام في مدير إلي الله يسهل عليه حكالي جملة لليوم ما بتطلع من بالي، بوجه له مليون ألف تحية، إن شاء الله إنه يحضر هذا الفيديو، ما بعرف أنا كثير حكي، هو زلمة ما عنده وقت. Anyhow حكالك إنه perfection is the enemy of the best، يعني perfection أو 100% إتقان هو العدو اللدود لأنك أنت تنجز أفضل النتائج، لأنه مش دائما أفضل نتيجة تتطلب إنه يكون الشغل تبعك perfect. ما أعرف إذا كثير واصل الفكرة، بس هو إشي حقيقي صراحة في الحياة العملية خصوصا. يعني هذا إشي أنا لمسته في إيدي وإجري كمان، مش بس في إيدي. المهم فمش شرط إنه يكون كل شيء perfect. فنرجع لموضوعنا، إنه حكينا عن إشي اسمه vulnerability وحكينا إنه كثير أشياء عنها، وكانت من معظم الأشياء اللي حكيناها هي أشياء سلبية، لكن بدنا نحكي اليوم إنه في إلها كثير جوانب إيجابية وممكن تكون كثير مصدر إلهام قوي لإبداع وإنجاز أشياء أنت ما كنت متخيل أنك أنت قادر أنك أنت تعملها. يس ممكن تكون مصدر إلهام وممكن كمان تكون مصدر تحفيز، بس المهم في هاي النقطة أنك أنت تعرف هذا الخوف الشديد أو الأسباب اللي حكيناها في الفيديوهات أو في الفيديو الماضي، كيف أنت ممكن تسخرها لحتى هي تكون مصدر إنجاز أو إلهام بالنسبة لعطوفتك. والأهم من هيك أنه كمان ما تخليها تسيطر عليك وتتحكم فيك، لكن هذا الحكي كله يا معلم نظري، لأنه إحنا في عنا تحدي في طبيعتنا أنه نحن يمكن ما عنا هذه القدرة الهائلة للتحكم بردود أفعالنا على هذه الأفعال والتصرفات والأشياء والأحاسيس اللي أنا عديت لك إياها قبل هيك. يعني ما راح تقدر تحكي، تيجي تحكي يس شو الأشياء اللي راح تخليني أنا disconnected، الفيلينج أوف شيم والفيلينج أوف فير
will fear of this connection I feel that I'm not enough I feel انه انا مش الشخص القادر على انه تكسبرس هاي الايموشنز وتعد هذه الليست الطويلة كثير وتحكي تمام انا عرفت الاشياء هاي خلص انا بدي ابعد عنها حطها على جنب وما راح اعمل ولا اشي من هاي الاشياء لا هو مش بهاي السهولة يعني مش بهاي البساطة الموضوع هذه مرات بتكون افعال او ردود افعال انت مش قادر تتحكم فيها فبحاجة انك انت تتدرب على هذا الموضوع وبحاجة انك انت تمارس كثير عملية التحكم وتفبيط وتخدير هذه الفيلينجز اللي بتيجي عندك لكن التيرنينج بوينت وين بتيجي انه هو الخوف انك انت تخدر اشياء وردود افعال ومشاعر تانية انت مش المفروض انك انت تخدرها ومطلوب انك انت تنعشها ومطلوب انك انت تنشط او تنشطها مثل شو؟ مثل الهوب الجوي الهابينس الهارد ووركينج البلا بلا 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 والبلا بلا 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 هاي كثير 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 اشياء مهمة انك انت تسويها انت بدك تستنبطها من حياتك وتصرفاتك وردود افعالك والغريب في هذا الفيديو اني هحكي لك انه المطلوب مش انك تخدر هذه المشاعر والرياكشنز والاكشنز اللي انت بتتخذها لا المطلوب هو انت ما تخدر هذه الفيلينجز والتصرفات الشغله الثانيه انك انت ما تحول الانسرتن ايشوز لسيرتن ايشوز الاشياء مش متوقعه او المش ثابته او مش عارف شو ترجمتها هي الاشياء متوقعه او ثابته او مش عارف برضو شو يعني الاشياء اللي انت مش متاكد منها الاشياء انت متاكد منها مش مطلوب منك تعمل هذا الحكي ومش مطلوب منك انك انت تكون بيرفكشنست في كل الحالات يعني انت زلمه تتطلب الاتقان الالتيميت اللانهائي في كل حالاتك في كل شغلك في كل علاقاتك والى اخره وكمان ما تحاول انك انت تتظاهر او تقنع نفسك انه الاكشنز والرياكشنز والافعال اللي انت بتعملها او الردود الافعال اللي انت بتعملها او ما بتعملها ما راح تاثر على الاشخاص الثانيين ومطلوب منك انك تشتغل كثير على حالك to let yourself to be seen انك انت تشتغل على حالك انك انت تكون معروف او مش معروف انك ظاهر في الوسط اللي انت موجود فيه تعبر عن نفسك express yourself to get connected ورقم 6 انك تحب اللي انت بتعمله او تحب اللي قدامك او الشيء اللي بتعمله او الشخص اللي قدامك من كل صمصيم 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 قلب عطوفة اهلك يعني تحب اهلك تحب اخوانك تحب شغلك تحب احاسيسك تحب مشاعرك تحب البنت اللي ماشيه من قدامكم هاي مهمة كثير حب البنت اللي ماشيه من قدامكم حب كل شيء انت تدخل فيه عشان تعمل ما تحب وتتقنه وما تخاف منهم وتكسبرس يور سيلف لإلهم على طبيعتك انا ما بعملش ولا شيء من هذا الحكي بس سوي هيك وكمان حاول الامتنان في المرح والمرح والتسليه هذا اذا لقيت وقت اصلا انك تمرح وتفرح وتتسلى واقتنع تماما انك انت شخص كافي وذو قيمه والناس راح تحبك ومش راح تبتعد من حواليك اتليست الناس اللي انت فعليا بتحبهم وهم بيحبوك كمان يعني مش شرط انت لحالك تحبهم انت اذا كان حدا اصلا طايقك المهم في النهايه اللي بدي احكيه انه كل هذا الحكي اللي الي بلت وبعجن فيه من الفيديو الماضي والفيديو هذا ممكن يكون بالنسبه لناس كثير او حتى جزء منه ممكن يكون بالنسبه لناس كثير هو حكي نظري وايديال والعالم الزهري ومش واقعي وغير قابل للتطبيق انا واحد منكم في اجزاء من الحكي اللي حكيتها هاي انا لا اصدق بها ومش لا أصدق بها أصدق بها بس ما بعملها لأني مش فضيلها أساساً ومرتاح في الوضع اللي أنا بسويه يمكن if I get myself out of my comfort zone ألاقي أنه yes أنا لازم أعمل 1-2-3 بس حالياً أنا معاكم بهذا البارت فاللي بدك تعمله هلأ شو هو تأخذ من هذا الحكي الشيء اللي بناسبك واللي بناسب شخصيتك بناسب طبيعتك وبناسب الأكشنز والرياكشنز اللي أنت بتتخذهم مع الناس والوسط والشغل والأشياء والحياة اللي أنت عايش فيها بس اللي انا بتفق فيه دائما انه يهاب انك انت تبعد تماما عن الخوف والضعف الشديد والتاثر الشديد والحساسيه المفرطه اللي ما لها داعي من الاكشنز اللي بتصير حواليك ومن رياكشنز الناس اللي حواليك واهم شيء دونت كير على الاخر لشو اراء الناس عنك انت بتعمل الشيء اللي انت شايفه صح لو لازم يكون فعليا صح يعني بصوره صحيحه بالطريقة اللي انت شايف انه انا جاسر عم بعمل هيك انا لانه انا جاسر انا عم بعمل هيك وشايف انه هذا الشيء الصح اللي انا عم بعمله
بعد ما تكون اتليست حاول انك تتاكد انه هذا هو الشيء الصح اللي انت لازم تعمله بالطريقه الصح اللي هي مريحتك واللي مش مزعجه بشكل واضح وصريح ومفرط للناس اللي حواليك، انك مش سائل فيهم يعني. بس at the end of the day it's your life, it's your personality, it's your actions, it's your reactions. بعد ما تقتنع بهذا الحكي وانك انت شخص literally منجز وكافي ومهم وذو قيمه والى اخره، الناس راح تحبك definitely. اللي حيكرهوك وقتها هم حرين، انت اصلا مش بحاجه لهم ومش ملزم انك انت تقنعهم انهم يحبوا عقوفتك. وخلصنا express yourself بالطريقه اللي it makes you comfortable ومبسوط وسعيد ومرتاح، واطلع من راسي وسلام.